لو الحكاية فيها إن فيتو كمان يا دكتور إن تعديل اللائحة يعني السابق لأوله في هذا التوقيت وما كانش له داعي دلوقتي، حضرتك تحب تقول إيه؟ تعديل اللائحة مطروح وضد الفيتو من عام 2013 و2014 وطرح على اللجان الإعلامية وقالت إلى مسألة سابق لأوان أو لاحق لأوان دي مسألة تحددها الهيئة الوطنية، أو الهيئة الوطنية صاحبة القرار في الرفض وصاحبة القرار في القبول. الموضوع لا يملك رئيس الحزب ولا يملك أي مؤسسة حزبية بخلاف الهيئة الوطنية إنها تقول عليها في هذا الأمر. ثم أننا نسعى الآن لمناقشة، وإحنا بنناقش مقترحات لتحديث اللائحة والتعديلات كلها، يعني اللي محل الخلاف لا تعدو أن تكون مادتين أو ثلاثة من المواد المطروحة، هنناقشها باستفاضة، هنصل إلى قدر من التوافق حولها، قد نحذف مواد، قد نضيف مواد، يعني التعديلات أو المشروع المطروح ليس مشروعا إلزاميا، ولكن حتى أنا كاتب اللي قدمته قابل للحذف والإضافة والتعديل والإلغاء، كل مادة من المواد دي آراء بتتجمع، لم يكن أبدا خمس أو ست أعضاء في الوقت رأيهم هو اللي حدد وصفة الوقت أو اتجاه الوقت، يعني إحنا يعني ضد ديكتاتورية الأقلية، دي أقلية بتحاول تمارس شغل الديكتاتورية ونوع من إيقاف المناقشة حتى في التعديلات، يعني وبعدين التعديل بتاع إيه المانع من مناقشة التعديل ده؟ هل عندنا إحنا حالة من النشاط السياسي العام في مصر اللي بيستدعي ان احنا يعني نرتب جهودنا دي؟ هل عندنا انتخابات محليه؟ هل عندنا انتخابات نيابيه؟ ما عندناش. عندنا نوع من الخمول السياسي خلال هذه الفتره يستلزم ان نرجع الى دعم تنظيماتنا الداخليه، وبالتالي ايه المانع ان احنا نناقشها؟ ما عندناش لا ضغوط انتخابات محليه ولا ضغوط انتخابات برلمانية، ولا عندنا أي ضغوط. رئيس الوقت بينهي فترته في شهر 6 القادم، وبالتالي يعتبر أنسب الأوقات لمناقشة أي تعديلات.